أكيد. سؤالنا على السوشيال ميديا، سألناكم في أول الحلقة على السوشيال ميديا إيه هي أكتر لحظة سعيدة عشتها مع عماد متعب، ونبدأ مع تويتاتكم وأراءكم. واللي قالت أول واحدة كانت تويتة أحمد مليجي اللي كتب فيها: طبعا عماد متعب فرحنا كتير، بس اللحظة الحلوة لحظة سوبر الأهلي والزمالك لما شد حسام غالي ويسلمه الكاس، لحظة عظيمة. تمام يا كريم. معانا كمان حافظ الخولي قال: عماد متعب رسخ فكرة ان الاهلي بيلعب للاخر وان معاه مفيش مستحيل. احلى هدف لعماد متعب في تاريخه بالنسبة لي هو هدفه في مرمى الاتحاد الليبي، واغلى هدفين لمتعب بالنسبة لي هدفه في الجزائر وسيو سبورت. الجول بتاع الاتحاد الليبي ده كان جول حلو قوي، خدها كده ولف بيها لفة وشطها في الجول بشكل رائع جدا.